خبر بيوفارم، الالتزام بالجودة. سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم. سعيدة دائما بلقائكم في هذا الفضاء الإعلامي كي نتعلم ونعلم أشياء حتى نتعايش مع الوضعية ونخرج منها بأقل الأضرار. اليوم محاور حصتنا سترتكز على عديد المحاور التي تعني الوضعية الوبائية لكوفيد 19 في الجزائر، والتي تعرف يا للأسف منحا تصاعديا في الأرقام. لكن المشكلة والإشكالية التي تقلق الجميع هي مدى استيعاب المؤسسات الاستشفائية لعدد الحالات، عدد حالات الإصابة التي أرهقت ممارسي الصحة من أطباء وشبه طبيين، التي دامت قرابة 10 أشهر. إجراءات حجر صحي أقرتها الحكومة مؤخرا، هل ستتمكن هذه الإجراءات من كسر منحنى انتشار الفيروس في الولايات، أم نحن بحاجة إلى قرارات جديدة أخرى أكثر صرامة؟ ما هي الاستراتيجية الوقائية التي يستوجب اتباعها حتى نخرج من هذه الوضعية؟ العديد من البلدان في العالم نجحت في تطويق وكبح انتشار فيروس كوفيد 19 عن طريق التحقيق الوبائي. السلطات العليا في البلاد وعت ذلك وأنشأت اللجنة الوطنية للتحقيقات الوبائية. فماذا فعلت هذه اللجنة؟ ما هي التحقيقات؟ ما هي المعطيات في الواقع بخصوص البؤر أو بما يسمى بالكلوستير في الواقع؟ نتكلم عن كل هذه المحاور. نتكلم أيضا عن السباق بخصوص اللقاحات، أين هو اتجاه الجزائر بخصوص اختيارات اللقاحات؟ ويبقى دائما المواطن هو الحلقة الأساس في مواجهة هذه المعضلة الصحية التي يعيشها كل بلدان العالم. إذن نقاش هذه المحاور وأخرى، أسعد كثيرا باستضافة البروفيسور بالحسين محمد، وهو مدير أو رئيس اللجنة الوطنية للتحقيقات الوبائية وعضو في اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة ورصد كوفيد 19. شكرا لك على الحضور. شكرا للاستضافة سيدتي، والسلام على المشاهدين. شكرا بروفيسور، وارحب ايضا بالدكتور شويكرات رمضان ايضا، وهو عضو في الخليه ورئيس مصلحه قسم الامراض الاوبئه والوقايه في بوفاريك. اهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوه والاستضافه، ومساء شكرا لكما. وسيكون ايضا معنا بروفيسور بوعمره، الذي انتهى من دراسه ميدانية وتحقيق ميداني بخصوص الكوفيد وممارسين الصحة في المستشفى الجامعي بالبليدة. بروفيسور بالحسين، لم كنت أود أن أستضيفك في العديد من الحلقات السابقة، وحتى المواطنين المشاهدين يسألوا عليك، يعني يسألوا على التحقيق الوبائي أين هو، لأنه مهم. ويقولوا أنه، ونتعلم دائما منكم من الخبراء، يقولوا أنه التحقيق الوبائي يكون عندما تكون المرحلة الوبائية في استقرار. هل هذا صحيح؟ صحيح وغير صحيح. صحيح إذا كان نشوفه يعني المردود نتاع التحرية الوبائية، من الأحسن يعني المردود نتاعهم يكون أكبر لما تكون أعداد إصابات صغيرة، لما تكون إصابات يعني وحدة هنا وحدة هنا كما يقولوا بالفرنسوية سبوراديك، كونتونا دي كاس سبوراديك. بهذه المرحلة الأولى نتاع انتشار
وباء في نعم. كل في كل اوبئه نفس الشيء. كيفاش تكون سهله بروفيسور؟ سهل على خاطر عندك 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 حاله في حما، عندك حاله في حما واحده اخرى، عندك حاله في دشره. التحري الوبائي سهل باش تنظميه، سهل باش ديريه، وسهل باش تجيبي النتيجه نتاعو وتشوفي شكون اللي دايرين بالحاله هذيك وشكون اللي تعرضوا يعني للاصابه، وتقدري تعطيهم ارشادات لتجنب الاصابه بنفسها. يعني اليوم لا جدوى منها، لانه الاصابات اليوم اصبحت تعرف انتشارا في كل الولايات، يعني كما تقولوا انتم كومينوتير، يعني اصبحت نعم نعم ولا نفس الشيء نفس الجواب. علاش؟ على خطر المرحله الثانيه هي مرحله عناقيد الحالات، لي كلاستر، سكون ابل لي كلاستر، كلاستر سا فدير عنقود بالانجليزيه. دونك حالات مرتبطه بعضها بعض، يعني في عائله ولا في حومه ولا في ولا في 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 دشره، في دشره ولا في منطقه عمل مثلا، في 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 مكتب بريد ولا ولا مكتب اي اداره او اي شركه خاصه. سو سون دي كلاستر بروفيسيونيل ولا دي كلاستر فاميليو، وهذا معروف في العالم الكل. وهذه الحالة يعني في مرحلة تطور الوباء، الحالة الأولى هي لي كاسبوراديك، الحالة الثانية هي حالة عناقيد مرتبطة مع بعضها بعض، والحالة اللي نعرفوها اليوم في العالم الكل هي انتشار شبه عام للمرض في البلاد. بس حكي تشوفي بالتدقيق، حتى هذا الانتشار شبه العام ما يحكمش كم مثلا في بلادنا، كل الولايات ماهيش محكومه بنفس الـ بنفس الـ بنفس الكثافه وبنفس نفس الشده. على خطر فيها علاقه مع كثافه السكان، لا دانسيتي دو بوبولاسيون، فيها علاقه مع الحركه الاجتماعيه، فيها علاقه مع احترام التدابير الوقائيه. كل هذه العوامل هي اللي تؤدي الى كثافه كبيره في انتشار الوباء ولا نعم ولا انتشار نعم اصغر. طيب اليوم المواطن يسال اسئله، في قلت يعني من الاسهل انه عندما نقوم بالتحقيقات الوبائيه يكون مرحله نوعا ما مستقره، بؤر من هنا ومن هناك. اليوم بروفيسور بالحسين طعنا في الصوره من حيث العمل اللي عملتوه في الميدان فيما يخص التحقيقات الوبائيه، يعني اعطينا امثله ولو انه مثلا ما عملتوهاش في كل ولايات، لكن اعطينا مثلا عملتوا في 10 ولايات تحقيقات وبائيه، لما توصلتوا بروفيسور الحسين؟ لا احنا هكذا سمعنا. دعيني نوضح. تفضل. التحقيقات الوبائيه ودكتور شويكرات يعني احسن مني باش يعطيكم توضيحات على الامر هذا، لكن التحقيقات الوبائيه ماهيش حاجه جديده طبعا في بلادنا، ماهيش حاجه طبعاً. جديده نعم، وعندنا نظن نحن بلد من البلدان اللي عندهم خبرة في الماضي من أحسن خبرات في العالم. على خطر كانت عندنا أطقام اللي تروح تدير هذه التحقيقات الوبائية لما تكون كما يكون وباء كوليرا ولا كما يكون وباء تيفويد ولا تكون وباء بوحمرون لا روجول، التحقيقات الوبائية تصير نعم وتصير وتندار بجودة يعني افيك دو كاليتي. ولكن نقص الوسائل بروفيسور بالحسين، يعني نعرفوا انه تعمل في اطار ما يسمى مكاتب يعني مكاتب البلديه بالتعاون مع المكاتب الولائيه وحتى لي بوليكلينيك الجواريه، يعني لي سيماف نعم، يعني لكن كانت هناك مشاكل في خصوص الوسائل في السيارات في الوسائل التقنية. اليوم وأنت يعني نصبت من طرف رئيس الجمهورية، هل دعمت فيما يخص الوسائل تخليكم تعملوا تحقيقات أكثر نعم نجاح؟ خليني نكمل. فضل. نوضح أولا التحقيقات الوبائية ما بدأتش مع الخلية كونت لتدرس مردود هذا التحريات الوبائية من جهة، وتمد توصيات لتعزيز هذا المردود ولتعزيز جودة التحريات الوبائية في حالة كوفيد 19. على خطر حالة كوفيد 19 عندها مميزات
اللي ما تلقايهمش في الامراض الاخرين. صحيح. فهمتي على خطر مثلا باش نديروا تحري على التيفويد ما فيش ضروره استعمال الاقنعه الوقائيه والالبسه الملائمه باش نديروها. باش ديري تحقيقات وبائيه نتاع الكوفيد 19 لازم كل اعضاء الطاقم تكون عندهم هاد اللباسات هذه وهاد كل الوسائل التقنيه باش ما تتعرضش هي للخطر. هذا من جهه. من جهه اخرى الوباء هذا ماهوش وباء محدد في الزمن، هذا وباء طال في الزمن. نعم. وماهوش وباء محدد في المكان. تكون عندك انتشر. تكون عندك وباء نتاع تيفويد عندك دشرة ولا حومة ولا ولاية ولا دايرة، ما عندكش البلاد كل منتشر فيها المرض. فعملية التضامن ما بين الولايات ولا ما بين المستشفيات ولا ما بين مصالح الوقاية من المصالح اللي ماهيش مضرورة للمصالح المضرورة تعطي دفعة قوية للقيم بهذه التحريات الوبائية إلى آخره. لكن اليوم الوطن الكل معني. نعم. فما فيش ولاية اللي تتكل على الولاية المجاورة باش تعاونها. نعم. وإن كان فيه، ولكن في البداية بروفيسور بالحسين دكتور شكرات كانت بعض الولايات معفية من هذا الفيروس. يعني دعني أسأل أيضا سؤال المواطن هو أمانة. يعني يقول لك أنه إحنا الجزائر عاشت مرحلة الذروة في جويلية ثم عاشت مرحلة استقرار. يقول لك يعني لما اليوم عودنا نسجل أرقام قياسية. يسأل المواطن هل ليس خطأ الوقاية، هل ليس تهاون في الوقاية في عمل العمل الوقائي بما فيها التحقيقات الوبائية اللي خلانا نعود نعيش هذا الوضعية من جديد. تفضلوا. نجمو نقولوا باللي كان عوامل بزاف اللي نجمو نذكروها في أساس هذا الوضعية اللي رانا فيها. نتكلموا نعاودوا له شويه لور وشنو هذا كوفيد 19. كوفيد 19 هذا هو مرض جديد. عندنا معلومات ماهيش بزاف، ما عندناش كثيره معلومات كثيره على هذا الوباء وتتغير. وزيد سامحيني الوباء هذا حقيقه ما عندوش دواء. الدواء اللي رانا نمدوه الاعراض هذه الاولى. ثانيه ما عندناش تلقيح، ما عندناش لافاكسيناسيون، اللقاح ما كانش. صحيح. واش بقى لنا؟ بقات لنا الوقايه. الوقايه واش فيها؟ فيها التدابير لي بريكوسيون جينيرال لي ميزور باريير. واش فيهم؟ فيهم غسل اليدين، فيهم ليتيليزاسيون دي سوليسيون هيدروالكوليك. لي بروفيسور بالحسين راهو يعمل من حين الى اخر. عندنا le port obligatoire de donc de la bavette. وعندنا حاجه اخرى في الوقايه يسمو تحقيقات الوبائيه. علاش تحقيقات الوبائيه؟ تحقيقات الوبائيه تسمح لنا باش نقصوا الضغط على المستشفيات. على المستشفيات. كيفاش؟ كي يكون عندنا اصابه نروحوا نديروا تحقيق نشوفوا واش كان يتجاور الحالات المجاورة بما يسمى لك سوجي كونتاكت. سوجي كونتاكت. الور حنا هذوما لي سوجي كونتاكت الحالات الاشخاص اللي كانوا يتجاوروا هذا المريض هذا نديروهم في حجر صحي. نعم. حجر الصحي هذاك واش حب يقول؟ حب يقول نحي الضغط جوستومون على جاريت لا شين دو ترانسميسيون. En faisant, qui ندير الحجر الصحي نكسر سلسلة العدوى. فوالا. لكن دكتور شويكرات اليوم معناتك دائما التحقيق الوبائي يعتمد صححوني ان كنت اخطا على ثلاث معايير. هي التشخيص،
التراسينغ يعني الوصول الى حالات الحالات والعزل. لكن اليوم في الجزائر في اطار التحقيقات الوبائيه هل سلكنا هذا المسلك؟ هل طبقنا هذه المعايير بروفيسور بالحسين؟ الى حد ما طبقت. كيف الى حد ما؟ فيه نقائص كبيره. فيه اولا فيه نقائص لانه شوفي باش نزيدوا نكونوا يعني نروحوا في الدقه. نعم. التحري الوبائي عنده قيمه في كسر سلاسل الانتشار او سلاسل العدوى اذا كان يكون مباكر بعد العرض الاول اللي اصيب به او اصيبت به الحاله اللي احنا نديروا عليها التحري الوبائي. نعم. هاد المده هذه تاع 3 ايام اللي منذ العرض الاول هي المده وين نطيقوا نصيبوا المحتكين مع المريض هذايا اللي محتكين معاه 72 ساعه من قبل 3 ايام من قبل. خطر هذه الفتره هذه تاع 3 ايام 4 ايام من بعد العرض الاول عند هذاك السيد ولا هذيك السيده تما وين يكونوا الناس يعدوا يسون كونتاجي ينقلوا العدوى. صافي دير واش معناتها؟ معناتها باش نكونوا يعني فعالين 100% لازم كي نصيبوا حاله ولازم الاتصال لانفورماسيون نتاع لي ديتاي باش تشخصي شكون هاد السيد ولا هاد السيده وين تسكن واش هو رقم الهاتف نتاعها باش الطقم نتاع التحريات الوبائيه يروح في الربعه في 48 ساعه ماكسيموم 3 ايام من بعد لتطويق من بعد للقيم بالتحري الوبائي ولمد توصيات للمعنيين اللي باين باللي كانوا محتكين حقيقة مع المريض باش يحترموا حجر صحي. وجدت هذه التحقيقات كاين وين موجوده كاين نعطيك كاين بعض الارقام اللي جد مشجعه بلا ما نعطيك الولايات ولا كاين بلاصه وين 97 شخص محتكين بمريض واحد جبدهم التحري الوبائي وكاين فيهم المشكل وين راه المشكل انه كي نوصيو حنايا كي يروحوا الممرضين ولا الاطباء اللي يقوموا بالتحري الوبائي ويوصوا انسان اللي ما عنده حتى عرض واللي يقولوا له يا ودي رد بالك انت يا راك كنت اون كونتاكت مع فلان ولا فلانه راه عنده كوفيد لازم تقعد 14 يوم في داركم. هذاك الانسان يقول لك ايه وما يقعدش في الدار. هذه هي المشكله لانه اليوم توصيات تعطى تقول لك لازم تقعد في البيت حتى انه بعض الاصوات تتعالى من هنا ومن هناك للخبراء يقول لك يعني يا ليتنا لو عزلنا في البدايه الاشخاص يعني في مؤسسات لانه الانسان تقول له اقعد في بيتك وما تخرجش 14 يوم ونجده في الشارع نجده في المكتب البريد ونجده ينقل العدوى الى اشخاص اخرين. هل اليوم يعني العزل المؤسساتي كان لابد منه؟ أنا نظن كان لابد منه. لازم سكون عقلي إحنا بالسيت ديدي ما ننجمش نجاوبك علاش ما ندرش استعمال الفنادق استعمال مثلا الأحياء الجامعية. أنا نظن وانا متاكد شخصيا باللي لازم كنا نديروا هذاك الشيء. ربما ما كانش عندنا الامكانيات. انا نظن كان بعض الامكانيات. لا ما درناش هذا الشيء بالك استراتيجيه اللي اخذت بعين الاعتبار. ولكن باش نعاود على السؤال تاعك نجاوبك انا نظن يدفالي ديسيت ديدي بور بروندر ان شارج باش نخدم باش نتكفلوا بالناس بالسوجي كونتاكت هذو. لانه حتى في بعض الولايات عندي مشنت مثلا كاين تعهدات للاشخاص فوق يعني ممضيه فوق الورق ولكن يصعب انه انت
تطمئن أن الشخص الذي أمضى تعهد أنه لا يخرج ولا ينشر الوباء. بروفيسور حقيقة شوفي يعني إذا 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 نقدر نقول الحظ اللي عندنا هو أنه العالم الكل مضروب في نفس الوقت. نعم. وعندنا نقدر نقارنه من بلاد إلى بلاد. البلدان اللي نجحت في التحكم في هذا الوباء هي البلدان اللي قامت بالتحقيقات الوبائية وقامت بعزل المحتكين وعزل حقيقي وفعال للمحتكين. تشوفين نيوزيلندا مثلا ولا الصين. ماذا يمنع الجزائر اليوم؟ ماذا منع الجزائر يعني قرار صائب يعني اتخذوا رئيس الجمهورية في تعيين شخصكم على رأس هذه الهيئة التي يعني نتكلم عليها الكثير كثيرا في الواقع؟ ماذا ما هي الحواجز التي حالت دون يعني الإسراع بهذه التحقيقات ومحاولة تطويق هذه البؤر والكلوستير؟ بروفيسور بالحسين والله شوفي الحالة صعبة. يعني لما بدأ الوباء هذا حقيقة ممكن أنه ركزنا أكثر جهود على المستشفيات وتوفير مثلا موارد الإنعاش. نعم. والأسرة للحالات الخطيرة، وممكن أنه في نفس الوقت ما أعطيناش الأهمية اللازمة. اليوم المؤسسات الاستشفائية يعني إلى متى ستصمد؟ إلى متى يعني ستقابل الحالات؟ يعني مهم جدا كسر انتشار الفيروس حقيقة. باش نلحقوا إلى كسر انتشار الفيروس كل الوسائل عندها دور تلعبه. يعني عندنا سلاح الحجر لازم نستعملوه، عندنا سلاح التحرية الوبائية والتوصيات العزل الصحي، على خطر حتى وإن كان الناس الكل ما تحترمش العزل الصحي، كاين اللي يحترموه وشفناه احنا لازم في الولاية. لكن لازم وحسبكم بروفيسور يعني لازم تكون نسبة كبيرة للناس اللي تحترم حتى نلحقوا الهدف. يعني نعم لازم تكون نعم نسبة كبيرة. لكن احنا لازم ثاني مثلا ارتداء الكمال الأقنعة شحال لازم يكون اكثر 99%؟ لازم خاصه في كي نكونوا في امكنه مغلوقه كما احنا اليوم في استوديو. يعني اكثر مادام تستعمل مادام يكون ارتداء الكمامه واحترام التباعد الجسدي مادام نقصوا في التعرض الى طيب الوقت لا يزال امامنا. يعني اليوم سامحيني برك دقيقه برك باش نكمل لك السؤال على السؤال تاعك ما جاوبناش. الطاقم الصحي يعطي توصية يعطي ريكومونداسيون نتاع حجر صحي. نعم. لكن موش في 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 مسؤولية المنظومة الصحية باش تسهر على احترام التوصية نتاع الحجر الصحي. نعم، لكن في إطار الوقاية. هنا ترتكز مسؤولية الوقاية، لأن الوقاية كما قلت بروفيسور بالحسين أنه إحنا نعاونوا المؤسسات الاستشفائية باش نديروا حاجز الحاجز يعني الصلب باش يعني نكبحوا توافد للحالات الاستشفائية إلى المستشفيات حقيقة. وكما قلت لك عندنا التحري الوبائي، لكن التحري الوبائي باش يكون يعني باش يكون مجدي لازم يكون متبوع باحترام صحيح فعال نتاع الحجر الصحي. اذا كان نديروا تحري وبائي ونصيبوا ثلاثه محتكين، وهذوك الثلاثه المحتكين ما يحترموش الحجر الصحي، صافي دير راهم يزيدوا يعدوا واحد اخرين. صافي دير السلسله. احنا بروفيسور بالحسين اليوم الوقت دائما في صالحنا، مهما استعجالي مهما درنا حاجه ايجابيه، مهما رانا مادام رانا نقصوا في الضغط على المستشفيات كما كان يقول الدكتور شويكرات. يعني التحريات الوبائيه تنقص، الحجر ينقص، والأكثر أهمية هو احترام
التدابير الوقائية من طرف المواطن، أنا يظهر لي هذا شيء أساسي اليوم، لأن مسؤولية جماعية. نعم، مسؤوليتنا جماعية. وحقيقة نفهم باللي الناس كما يقولوا بالعربية نتاعنا الناس كرهت، نفهم باللي الناس كرهت في كل البلدان، الناس كرهت، لكن ما عندناش وسيلة أخرى، ما عندناش حل آخر يا جماعة. عندنا الحل واحد اللي باش ما يخليناش نبكو على أحبابنا وعلى الأقارب وعلى زملائنا. شوفي اليوم ما كانش واحد اللي ما عندوش في عائلته واحد دفنه، صحيح، وما نقدرش نروح ما نقدرش مام با نروح لدفينة نورمال. صحيح بروفيسور بالحسين، الموجة اللي رانا نعيشها أو الوضعية، ناس تقول لك الموجة الأولى الموجة الثانية، لكن الكل يعني يشاطر أنه رانا في بداية الموجة الثانية. أصداء بعض المهنية الصحة بروفيسور بالحسين للمرة لا أدري شحال يعني استعمل لماذا أسأليني لماذا؟ لأنه نسيت الكمامة تاعي من برا. نعم. برا هذا يقدر يكون معدي. كل من نعاود يقدر يكون ممر. اي دونك نعاود نفوتي ديال. طيب نبقى في نعم نضيف حاجه برا. تفضل. كي نخرجوا في الولايات هكذا انا عندي واحد الطبيعه. كي ندخلوا الولايه الصباح نروحوا على 7 ولا نقول نسمو الشوفر السائق نقول له مشي بالعقل، ونحسب المية الشخص الأولى، نحسب شكون هو لابس الكمامة ولا لا. الولاية ونصبت فيها أكثر 13% نمشو المية الشخص اللي نتلاقاها الأولى نشوفوا رأي لابسة 13 كاين لي 7% اللي لابسي اللي دايرين الكمامة. شكون الولاية؟ كاين 3 ولايات ولا 4 باش نقول لك. ممكن نقولوا ماشي يعني لا 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 هذا سامحيني هذا سي جينيرال يعني سي بور فو دير باش نقول لك باللي تهاون يا با دو ريسبي دي ميزور مارياج ما كانش مهم جدا احترام هذه القواعد. دكتور شويكات، يعني فيما يخص سؤالي اللي كنت حنطرحه، الاصداء تاع بعض الخبراء مختصين يقول لك يعني واش لاحظنا في هذه الاثناء انه حالات عائليه كبيره جدا يعني تجي للمؤسسات الاستشفائيه في اطار تحقيق الوبائي، كيف يعني انتم تنظروا لهذا الموضوع؟ شوفي دوك نشوفوا في الوضعيه، كي نشوفوا الوضعيه الوبائيه نشوف هذه المدة الأخرى عندها تقريبا 21 يوم كي نشوفوا ليزوسبيتاليزاسيون الناس اللي دخلت المستشفى. الناس راهي كبيرة في السن كي تصيبي امرأة ولا راجل عنده 90 سنة 85 سنة إنسان وكي ديري تحقيق تشوفي ما خرجش من الدار. منين جاتوا هذه؟ جابوها له من برا. هذو اللي كنا نتكلموا عليهم. نعم. ذي الناس هذوما في العائله ماتنو زافون دي كلوستر بلوز امبورطون دون لا فامي. وعملتوا دكتور شوي التحقيق الوبائي عندما يكون مثلا حاله في استشفائيه اون هوسبيتاليزاسيون تاع حاله تاع كوفيد 19 في التحقيق الوبائي لازم يكون توصيات تروح للحالات اللي لي سوجي كونتاكت يعني بيان سور اون بارل دو سا جوستومون. هل اليوم في بوفاريك مثلا راكو تعملوا فيها، هل هناك الوسائل فيما يخص الكواشف ايضا راكو تتنقلوا مع الفرق اللي تتكفل بهذا الشيء للمنازل ام قل هناك قلق قبيله البروفيسور بالحسين؟ هذه التحقيقات الوبائية مش حاجة جديدة من زمان هما هكا. هنا في ما قالك في الكوليرا في مرض السل في بوحمرون كاين يا توجور اي ليزونكيت ابيديميولوجيك للان كاين. قبل درك كاين زوج حوايج لازم نهضر عليهم. نجمو نقولوا باللي التحقيقات يندارو بصح وسائل مخصوصة مثلا عندنا مشكل تاع البروبليم لوكوموشن تاع لي فيكول النقل. الوغ تصوري عندك مثلا مساحه اللي فيها 40 كيلومتر كاري وين عندك حالات وحده هنا وحده هنا وحده هنا، لازم ديري التحريات كما قال البروفيسور بالحسين قالها في اقل من 72 ساعه. حنا نقولوا ليديال حنا ولا ممكن نديرو في 24 ساعه. علاش؟ باش نحبسو بلو فيت.
نكسروا لاشين دو ترانسميسيون هذه باش نحو نعاودوا نقولوا نحو الضغط على المستشفى. ولا عندك مثلا 10 وحده راهي هنا وحده هنا وحده هنا لازم لك وسائل نقل. وكي توصل تشوفي كاين مصلحه تاع اللي تكلف بهذا الشيء ما عندهاش ولا عندها سياره تجيها خطره في في يومين ولا ثلاث ايام ماهوش ممكن باش نديرو. وهذايا حتى في في الاوقات وين كانت الحاله يعني هادئه نوعا ما فيما يخص انتشار الفيروس ما كناش كي في الاول كيفاش نقولوا سيتي ميتريزابل لا سيتوياسيون. بصح ضروك سي بكري بالك ربما كانت عندنا 10 وضروك عندنا 30 ماهوش كيف كيف. نعم. الضغط ماهوش كيف كيف. سنعود على تجربتكم في بوفارك فيما يخص التحقيقات الوبائيه حبينا يعني تعرفنا عليها، لكن بعد اذنكم ناخذ مكالمه تاع بروفيسور بوعمره عبد الرزاق وهو رئيس مصلحه طب الاوبئه والطب الوقائي. اهلا بك بروفيسور. اهلا وسهلا سيدتي، اشكرك على الدعوه ورحب بضيوفك الكرام، تحياتي لهم ولا البروفيسور بالحسين بالحسين الدكتور اليوم شويكات رمضان شويكات مرحبا بهم. شكرا بروفيسور بوعمره، يعني اعطينا اخبار مفرحه، يعني نحن في هذه الوضعيه نسحقوا شويه فرح، يعني هكذا يا دو بون نوفيل، يعني وحتى المناعه مليحه. التحقيق اللي قمتوا به في المؤسسه الاستشفائيه الجامعيه هل انهيتموه؟ في الحقيقة نعم أنهيناه، لكن كان لازم احنا كسيرفيس يونيفرسيتير جامعي كما تقول لي كان لازم نبارتيسيبيو بش أشياء في مكافحة الوباء. كنا قمنا كما تعرفين مليح أنه درنا سيستم دو سيرفيونس ريانيماسيون باش نتبعوا التطور الوبائي، وكان لازم كذلك بارتيسيبيو، كذلك كان لازم يكون عندنا معطيات علمية لتخص العامل في المستشفى وتخص الجزائر. من هذا الباب كنا قمنا مع الانستيتيو باستور وهكذا نشكرهم كثير، خاصه البروفيسور فيران اللي كان سهل لنا الديريكتور تاليتيا وخاصه ليكيب تاع بروفيسور بوعمره. سامحني بروفيسور بوعمره، هنا عندنا مشكل في الصوت، ضيوف قال لك ما راناش نسمعوا المكالمه، من فضلك لطفي سلمي. نعم. تفضل بالصبر. نعم لا لا تفضل، عندنا مشكل فقط في باش الزملاء تفضل بروفيسور. قلت كان لازم نشارك هكذا. شكرا. الو نعم تفضل. كان لازم نشاركوا بتقديم شيء من اجل في مكافحه هذا الوباء وباعطاء معطيات تكون خاصه بالجزائر، ولهذا كنا عملنا عمل وهي دراسة وكان كل الدول داروها وكان لازم علينا في الجزائر يكون عندنا معطيات، وقمنا بدراسة اللي يسموها لينكاتير وبريفالونس واللي توشي العمال العامل ولا الموظفين اللي يشتغلوا في المستشفى. إذا نعرفوا أنه العمال هما كانوا في لابروميالي كانت هدرة كثيرة أنهم مصابين كثير ولا غير مصابين كثير كنا ما نعرفوش، كان يفالي فيغ سيت أونكيت لا. إذا الهدف منها هذه كان سيرتو باش تعرفوا منح الوباء بين العمال، وكذلك كان شيء مهم نعرفوا لي فاكتور دو ريسك اللي يقدروا علاش هذا العامل ولا على هذا اصاب والاخر ما مرضش. كان كذلك من الهدف المهم كثير كنا نحكيو على لي فورم اسيمتوماتيك، تسمى الناس اللي مرضوا ما داروش اعراض بصح هما مرضى. بلونكيت سيرو بريفالونس هذه نقدروا نعرفوا شحال البورسونتاج، هذه سيتي نوفيل دوني اون الجيري لحد الان ما عندناش. وشحال اليوم؟ اذا وصلنا الى الاناليز تاع لي دوني ولا لي ريزولتا اللي خرجنا بها، كنا خدمنا حوالي 2753 اللي درنا لهم خدمنا لهم عينه تاع الدم، وكنا درنا معاهم ان كاستيونير كانوا اللي ريبوندوا عليه. إذا في 2753 حوالي أكثر من 90% تاع العمال تاع المستشفى تاع فرونس أنو.
اذا هذا يطول ايفيتي باش تكون مصداقيه للشفر تاع الراس. حنا نقولوا بور ايفيتي ان بيي سيليكسيون لي ريزولتا تاعنا يكون عندهم مصداقيه. من بين 2753 اللي كانوا اللي شفناهم ودرنا لهم لي بريلابمون لي زانكيتي معاهم كان حوالي 470 عامل لقيناه بوزيتيف. واش معناتها بوزيتيف؟ معناتها باش كون في نتيجه لا التست لا سي لا سي دي زانتيكور لقيناه كان اون كونتاكت ولا كان دار الكوفيد. اذا قسمنا هذا العدد نلقاو حوالي 17% 17.1%. اذا كنا واش نعطوا لا سيغنيفيكاسيون تاع هذا لو شيف سكو في من بور 100 عامل اللي كان يشتغل عندنا في المستشفى بثلاث وحدات 100 عامل كان 17 منهم كانوا اصيبوا بالكوفيد. نعم. اذا كنا نزيدوا نشوفوا هذا مهم جدا باسكو كانت حالات كنا لقيناها بوزيتيف ولكن عمرها ما دارت اعراض مرضيه. ما كانت في حوالي 37% وهذا هذا لو شيف هذا سي نوفيل دوني عندنا في الجزائر 37.6% داروا الاعراض في لي فورم سكون ابل لي فورم اسيمتوماتيك. لي فورم اسيمتوماتيك الناس تحدث عليهم بزاف كل ارتيكل يجينا ويعطيك العدد. حنا لقينا 37.6% 37.6% في الحقيقه ساكون افيك واش مدوا لنا واش جاو لنا المنشورات العلميه اللي جاتنا. كاين حاجه مليحه كذلك اللي قدنا خرجنا لها انه عدد الحالات اللي جاءت بوزيتيف سيتادير كي درنا لونكيت تاعنا ولقيناهم مرضون والبي سي ار كان بوزيتيف كذلك داروا البي سي ار كان بوزيتيف نلقاها غير 54%. ايفيكتيمون البي سي ار بعد كيلكو جور من ديبي تاع لي سيمبتوم يولي نيجاتيف اي سي بور سا كانت حالات من كانت بي سي ار نيجاتيف ولكن لقيناها بوزيتيف لما درنا لونكيت تاعنا وهذه حوالي 45.5%. اذا كنت نزيد ندقق في الحالات نعم كنا شفنا هذه لا بريفالونس ولا العدوى اللي توشات كانت توشات تقريبا بنفس الشيء سواء كيكون لو سيكس يكون ماسكولا ولا فيمينال انثى ولا الذكر العامل حوالي 18% بور الذكر سيتادير لو سيكس ماسكولا. تدير في كل 100 حالة تاع ذكر ولا رجل يشتغل في المستشفى كاين 18 اللي كانوا أصيبوا. باغ كونت عند لا فام سي أتوبري لا ميم شوز سيتادير مي لا بريفالونس كانت قل شوية كانت 16%. يسمى في كل 100 حالة كنا سجلنا 16 واحد كان ديفلوبا الكوفيد. إذا خلينا لاج وهذا مهم جدا خاصة بالنسبة العمرية وين ناخذوا لي ترونج داج دي بلي توشي راح كي نعطيكم واحد لي ترونج داج واحد ترونج داج الاول اللي كان من دي بلي توشي لقينا انا لا كلاس داج ولا اللي توشات بكثره كانت السال اللي في عمرهم 45 سنة و49 و50 و54 مع لا بريفالونس تاعهم كانت 20%. مي كذلك لقينا اون كلاس اللي كنا حنا حذرنا منها سيرتو لي سوجي جون اللي كان في عمره اونت 20 و 24 سنه لا بريفالونس تاعو كانت من بين البورسنتاج كان من بين البورسنتاج الكبير حوالي 20%. نعم خذينا دوتر فاكتور دو ريسك اللي كنا حاولنا نعرفوهم خذينا بار اكزومبل لو نيفو دانستركسيون وشفنا انه ايفيكتيفمون كل ما يقل المستوى الدراسي ولا كل ما يكون العامل معرض اكثر باش يدير الكوفيد. ايفيكتيفمون لقينا نيفو الفابات وبريمير كانوا هما المعرضين الكثير حوالي 24% و21%. باغ كونت النيفو اللي كان سوبيريور اللي كانوا عندهم مستوى دراسي اكبر كان البورسنتاج قليل كانت لا بريفالونس قليله كانت 15%. كانت حاله كذلك نزيدها وهي مهمه جدا لي سيرفيس باسكو حنا في لوبيتال كنا نقولوا نحميو لي بروميير اللي نحميو الاشخاص ولا العاملين اللي يخدموا في مصالح كوفيد. وكان من بين الاهداف تاع هذه الدراسه نشوفوا اسكو هما اللي يمرضوا اكثر ولا لي زوتر سيرفيس اللي ماهمش اون كونتاكت افيك دي كان فارماسيك كيما هذه الفئه. نعم. وايفيكتيفمون لقينا مثلا لو سيرفيس دو ريانيماسيون كوفيد وين اللي حوالي دخلوا في حوالي اكثر من 2900 مريض في الداريه لقينا العمال نتاعنا هما اقل بيتوشا قليل
وهذا يبين انه واش يوتيليزينا كوم مويان دو بروتيكسيون كبيرنا محمود. نعم شكرا لك بروفيسور ابو عمره، يعني تحقيق مهم. وبروفيسور بالحسين اذا كان ممكن تتكلم معه بروفيسور ابو عمره، واش تقدر تقول له فيما يخص هذا التحقيق يعني الميداني؟ السلام ابو عمره. راح الهاتف معليش سمعنا من السلام عليك استاذ ابو عمره، وحنا مسرورين تعطينا هذه المعلومات المعطيات اللي ناقصه شويه في البلاد. 17% من عمال القطاع الصحي معديين بالكوفيد، جد عالي كرقم، وهذا يدل على أننا لازلنا في حاجة إلى احترام مزيد صارم لوسائل الوقاية والتحكم في العدوى بصفة عامة، لي ميثود دو بريفونسيون اي دو كونترول دو لانفيكسيون دون فاسون جينيرال. وتعطيني انايا فرصة باش نقول انه عمال القطاع الصحي في حاجة إلى تكوين خاص في هذا البريفونسيون اي لو كونترول دو لانفيكسيون بور لا كوفيد 19. وبالمناسبه فيه درس اونلاين من عند منظمه الصحه العالميه، موجود بالعربيه وبالفرنسيه لكل المهنيين. ونعطي توصيه انه كل عضو في القطاع الصحي يقدر يدخل في في الموقع هذا وياخذ الدرس هذاك باش يحمي روحه ويحمي زملائه ويحمي المرضى. نعم. ويحمي عائلته. والملفت للانتباه الكلمة الثانية اللي حبيت نقولها هو انه هاد الناس مش معناتها الكل تعداو في المستشفى. هذه دراسات نتاع البلدان الاخرى اللي وين نطيقوا نديروا سيكونساج نتاع الفيروس، بمعنى فيه ناس فيه اعضاء السلك الطبي او السلك شبه طبي او كل عمال القطاع الصحي تعدل. عندهم حياه مدنيه عائليه واجتماعيه. نعم. وفي اغلبيه الاحيان في الحقيقه يتعداو خارج من المستشفى ويجيبوا العدوى للمستشفى. طيب. النقطة اللي أثارت انتباهي أنه قبل أن نتابع الروبورتاج اللي قامت به زميلة فتحية بالعالية، هو أنه نسبة ضئيلة لممارسين الصحة في قسم الإنعاش، يعني في لي سيرفيس دو ريانيماسيون الإصابة كانت أضعف، لأنه نظن أنه هناك ارتباط احترام صارم. نعم. للتدابير الوقائية. نعم. ولحماية الإنسان. طيب بروفيسور بالحسين، نتابع وإياكم ومشاهدي الكرام روبورتاج قامت به الزميلة فتحية بالعالية بخصوص الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، ثم نعود إلى النقاش. بالنظر للوضع الصحي المقلق الذي تمر به البلاد على غرار جميع دول العالم، فإن الحكومة تدعو المواطنين إلى اعتماد المزيد من التعبئة والانضباط للحد من انتشار الوباء، وذلك من خلال اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية الإضافية التي سطرتها الحكومة. هذه الإجراءات الوقائية تتعلق بالحجر الجزئي المنزلي من الساعة 8 مساء غاية الساعة 5 من اليوم الموالي، وتطبق على 32 ولاية. وفيما تعلق بالولايات 16 التالية، فإنه يرجع للولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر صحي كلي أو جزئي على كل الولاية أو مكان معين أو حي أو أكثر في حال شهد بؤرا للعدوى. كما تخص الإجراءات الوقائية الإضافية الأنشطة التجارية، وذلك من خلال تمديد إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على كامل التراب الوطني ب15 يوما إضافية، كما سيتم غلق ولمدة 15 يوما وبالولايات 32 المعنية بالحجر المنزلي الجزئي القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والمراكز الثقافية.
كما تلزم الإجراءات توقيف أنشطة بعض المتاجر على الساعة الثالثة زوالا ولمدة 15 يوما. وتتمثل الأنشطة المعنية في تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، تجارة المرطبات والحلويات. وفيما تعلق بالمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فتقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، مع إلزامية الغلق على الساعة الثالثة زوالا، مع إمكانية غلقها بشكل كلي وفوري من طرف الولات في حال انتهاك الإجراءات المتخذة. وفيما تعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية سيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، مع إمكانية غلقها الفوري في حال عدم احترام الإجراءات الوقائية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها في النظام المعمول به ضد المخالفين. كما تم الإبقاء على إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، لا سيما حفلات الزواج والختان وجميع المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر. كما تذكر الحكومة بمنع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات بالنظر إلى أن التجمعات تشكل عوامل لانتشار الوباء. ريبورتاج قامت به زميلة مشكورة على ذلك فتحية بالعالية. بروفيسور بالحسين، هل هذه الإجراءات سوف نجني ثمارها أم مزيد من الإجراءات الصارمة لقطع انتشار الفيروس، علما وأنا أتعلم دائما منكم أن كل إجراء من هذا النوع يعني يجب أن ننتظر 15 يوم؟ إيش نوعا ما. لماذا؟ لانه مده انتشار يعني باش نبداو نشوفوا الانعكاس الحال النتائج لهذه الاجراءات دائما فيها فتره مدة. مده من الزمان اللي باش نشوفوا اذا كان رانا ننحنيو الى الهبوط ولا الى التصاعد. وكيف تنتظر بروفيسور حسين؟ ما نقدرش نقول لك. واش نقدر نقول لك هو انه كل الاجراءات هذه واش هي يعني ليليمون فوندامونتال تاع العالم، العامل الاساسي تاعها شنو هو؟ تنقص في احتمال تواصل مباشر بين البشر، سا ديمينو لا بروبابيليتي دو كونتاكت انتر انديفيديوال. كيف اذا كان نغلقوا بعض المتاجر بكري، رانا نقصوا في احتمال ناس تتلاقى قدام هذيك الحانوت هكذا. واذا كان نفس الشيء الحجر من 8 تاع الليل، صافي رانا نقصوا كمان، خاطر نبغوا ولا نكرهوا ما احنا نقولوا بلي ما عندناش يعني حياه ليليه. نعم. كما بعض البلدان الاخرى، ولكن في حياه اجتماعيه ليليه ما بين العائلات، ونسيبي ما يسكوش بعيد، وفيه فاتحه تندار هنا، وفيه طعام نديروه هنايا، وفيه جنازه نروحوا لثلاث ايام الى اخر ذلك. فهذه الامور اذا كان ديري الحجر عن 8 تنقصيها. وبلغه الارقام بروفيسور بالحسين، نحن نقولوا انه يعني ارتفعت الحالات لأنه فيه ولائم وفيه أعراس وفيه يعني زردات كما يقولوا. هل بلغة الأرقام يعني هكذا أرقام اللي تحطنا نبني عليها هذا الكلام؟ يعني فيه أرقام، والدكتور شكرتان يقدر يتكلم لك على الشيء هذا، وفيه اكتشافات علمية جد يعني ريسنت حديثة اللي تبين باللي كل واحد اللي مصاب بالفيروس هذا ما يعديش بنفس الكثافة. يعني أنا نكون مريض بالك، أنا نعدي 10 أشخاص، وإنسان واحد آخر يكون مريض يعدي شخص واحد. كاين هذه يسموها باللغة الإنجليزية super spreading events، كاين أحداث اللي تعدي اكثر من الاخرى. واش هي الاحداث اللي يعني دي زيفينمون؟ يا دي زيفينمون سوبر بروباغاتور. يعني احنا في الكوفيد كنا لحد الساعه نقولوا انه شخص يعدي ثلاث اشخاص.
هذا المعدل، هذا المعدل بصفة عامة. لكن كاين شخص في جنوب كوريا، شخص واحد صابوا عدا ألف من شخص، ألف صفر. إلهي، هذه عنده كثافة واحد صفر صفر صفر. هذه عندها علاقة بلا شخص، عندها يعني علاقة بهذه الأحداث، يعني موش الإنسان، هي الأحداث اللي تؤدي الى نعم. عدوى، يعني يلتقي بعديد الاشخاص، يلتقي بعديد الاشخاص نعم. وهذه الاشخاص تعدي اشخاص اخرى، فمنه هو نصيبه بلك نعم. في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه من العوده من العدوى، تصيبي مئات الاشخاص. وبلغه الارقام دكتور شكرا، الارقام صعيبه علينا، نحبوا شويه لانه بور جوستيفي، لانه يقول لك في الشارع راك تقولوا لنا الاعراس، اعطونا دليل على ذلك. خليني نكمل لك على هذه مدام امزال. تفضل. لي زيفينمون هادو سوبر بروباغاتور وشنو هما؟ نعطي لك العوامل تاعهم، وين كاين الغاشي بزاف، وين ما كاش التهويه قويه، وين الناس تهدر بصوت مرتفع ومتقارب جسديا، ولا تغني ولا تكون قريبة على بعضها بعض. وش معنتها؟ ريستوران، القهوة، السينما، الكنيسة في البلدان المسيحية، الجوامع عندنا على خاطر رانا مزيرين مع بعضنا بعض. هذه كل هذه الأمكنة هذه تكون تكون المحيط الملائم لانتشار عالي هذا سوبر سبريدينغ ايفنت، ان ايفنمون سوبر بروباغاتور. ولهذا يعني منع هاد التجمعات في أمكنة مغلوقة ناقصة التهوية، وين كاين الناس تهدر اوت فوا ولا تغني، هذه الكل ممكن نقص في الدينوميناتور كوم ان كيلو سي لو كونتاكت qu'il soit durable, répété également. C'est le contact que les événements. Oui. Ou bien, il y a des arqam, حتى تعطينا امثله. عندنا شي ارقام يعني حنا كي تكون حاله نديروا التحري نسقسوا كانت عندكم ولي ما كان عندهم، كان بزاف اللي يقولوا لنا رحنا للعرس رحنا للجنازه. Surtout les premiers cas au mois d'avril, le mois de mai. Les premiers cas, c'était les enterrements, pratiquement. Il n'y avait pas de fête à l'époque, mais c'était les enterrements. فيه نعم فيه وفي تحريات وبائية اللي مختصة اللي خصصت لأماكن العمل، لأنه صارت حالات في هذه أماكن العمل، ونعطي أولوية للتحري الوبائي في مكان عمل، لأنه في أغلب الأحيان هذه إدارات أو شركات اللي عندها أهمية كبيرة في حياة المواطن، ولابد أن نقوم بكل إجراءات باش نخليو لا كونتينيتي يعني نتاع التمديد ولا تطور، ماشي تطور التسيير الإداري، باش ما يكونش خلل في بلغة الأرقام. دائما نحن الصحفيين نحبوا شويه الارقام. هل هناك من هو الاكبر نسبه؟ هل العائلات يعني الوباء العائلي ان صح التعبير، ام العملي في العمل؟ بالارقام نعطيك اشارات اولا، مؤشرات في البلاد احنا عندنا مؤشرات. نعطيك بعض الأمثلة. الحالة الأولى اللي صارت في معسكر، والحالة الأولى اللي صارت في ويتسو، والحالة الأولى اللي صارت في عين المان مثلا، والحالة الأولى اللي صارت في المدية، هذه كل حالات جات من أشخاص اللي جاوا من البليدة، وفي البليدة حضروا إما العرس ولا جنازة. نعم. هذه باش تعطيك خطورة الحضور في عرس ولا جنازة، وتعطيك ثاني الانتشار حتى لوين يروح. واد سوف، واش جاب واد سوف البليدة؟ يبقى الناس داو عابر للولايات، عابر للولايات إلى آخره. نعم. ونزيد لك رقم واحد آخر، هذا الإنسان كان يروح ويجي من البليدة للولاية من الولايات، خلينا من 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 شخصوش،
هذا الإنسان هذا جاب المرض من بليدة. هذا الإنسان عدا 97 شخص دايرين به، جبدوهم صحاب التحري الوبائي. ومنهم أكثر من 10 ماتوا حتى في عائلته هو. يعني كي نشوفوا هذا الرقم هذا ونشوفوا هذه الحالة وحدها، اسكو ماهيش مرهبة؟ فما بالك حالات أخرى، فما بالك حالات هل أخرى؟ الفيروس اليوم، قبل أن نمر إلى الروبورتاج التالي، هل الفيروس أصبح أكثر انتشار مع يعني حلول موسم الشتاء والناس تقارب بين بعضها والناس، يعني هل بيئة البرد إن صح التعبير هي التي تحفز ذلك، أم هو الفيروس بحد ذاته؟ إن استطعنا رؤية صورة الفيروس زميلتي أمل، تفضل بروفيسور بالحسين. ماشي الشتاء اللي تسهل، فالفيروس ما يرجعش أخطر في الشتاء. الفيروس أكثر انتشار، يرجع أكثر انتشار على خطر نعطوه فرص، خطر ما راناش برا، رانا لداخل. الشتاء نغلقوا تواقي ونحبوا نقعدوا في الدفا والتهوية تنقص، ورانا في بزاف فينا. إذا كان موالفين نخدموا، واحد يخدم برا والآخر يخدم لداخل، نولوا نخدموا كاع لداخل ونخدموا كاع لداخل مع بعضنا بعض. والبرد ما نحبوش نحلوا الطاقة، دونك رانا نقعدوا ربع سوايع، خمس سوايع، ست سوايع، رانا نتنفسوا نفس الهواء. نعم. إذا كان الفيروس ها هو الفيروس اللعين. إذا ما فيش تغيرات في 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 في, في, في الجينات أو فيما يخص مثلا؟ حسب المعلومات اللي عندي أنا اليوم، ما شكيتش في بلاد هنايا، ما فيش علميش انه في يعني بيئه البرد يعني والتجمعات والتقارب هي اللي راهي تحفز لانتشار بروفيسور. نعم. نتابع سويا روبورتاج حول ردود افعال التجار والمواطنين بخصوص الاجراءات الاخيره. الروبورتاج قام به الزميل امين شقبقب، نتابع ثم نعود. هكذا كان المشهد بحي الحميز والجرف، أحد أكبر التجمعات التجارية بالعاصمة، بعد قرار غلق المحلات الصادر عن ولاية الجزائر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. لازم ديروا صرامة الناس كيفاش يحلوا الحوان تاعهم وما تغرش الاقتصاد. بالك كون جيتوا قبل تشوفوا بلي كاين زبون ولا اثنين في اليوم، ما كانش زبائن الاكتظاظ والغاشي ما كانش، ما فهمناش على هذا القرار. هذه بلادنا وحنا ما دابينا، كما يقول لك الوباء هذا يروح، شايف؟ وبصح حنا كي سمعنا باللي غير الجرف والحاميز، هذا الشيء اللي رانا حايرين فيه كتاجر، راني نحكي لك هكذا. التجار طالبوا بمراجعة القرار لما يلحقه من أضرار اقتصادية وخسائر معتبرة، في حين أجمعوا على ضرورة محاسبة كل متهاون بالبروتوكول الصحي ووجوب غلق المحلات التي لا تحترم إجراءات الوقاية دون سواها. انت تشوف واحد ما احتاج إجراءات، طب أغلق، ما كاش مشكل، بصح باش تغلق على الجميع. وحنا كاع رانا خادين إجراءات. أنا من بدينا والله واحد ما يدخل صون بافات، كي نقولك ما يدخلش. كرات على الحانوت، المصاريف وغير ذلك، هادوك يأثروا. دوك 15 يوم بلا مدخول، كيفاش راح دير والعائلة تاعنا؟ برك الحامز هذه ما نضروش منها يصحاب الحوان التجار، ضروا منها لي ترونسبور، النقل لي ترونسبور، ضروا منها لي باركينغ، ضروا منها الامن اليومي. اقتربنا من الجهات الرسمية لأخذ رأيها في الموضوع، فكان الرد من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. اللي نطلبه كذلك من المواطن لازم يتفهم، سواء تاجر أو مواطن، لأن كل مواطن راهو معني بالأمر وراهو في خطر. الهدف تاعنا هو الوقاية، وقاية المواطنين من هذا المرض، ما كانش ضد واحد ولا مع واحد، هي الوقاية تاع المواطن والحد من هذا المرض. هذا هو القسم المشترك بيناتنا، والأمور تتغير وحنا نطوروا في قرارتنا إن شاء الله، وتكون في مصلحة التاجر وفي مصلحة المواطن في نفس الوقت. الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا تستلزم تعاون وتجند الجميع للحد من هذا الوباء.
الوضع صعب كما يقولوا بالدرجة، كل واحد حليله، يعني الإنسان يسترزق، لكن الوضع الصحي، الأرواح قبل يعني نشوفوا حتى دول انهارت اقتصاديا، ولكن اليوم الفيروس فرض نفسه. بروفيسور بالحسين، تخاطب التجار وتخاطب المواطنين، كيف يمكن أن تقنعهم بأهمية هذه الإجراءات؟ والله احنا في حالة خطيرة، وكنا تطرقنا لها في بداية هذه الحصة، حالة خطيرة، لانه الضغط على المنظومة الصحية ضغط كبير رهيب. جدا ضغط رهيب، والمنظومة الصحية في البلدان اللي فيها ضغط كما عندنا، احنا شفنا إيطاليا وشفنا الصين، يعني كادت المنظومة الصحية أن تنهار تماما. وإحنا ما ناش في حاجة لانهيار، على خطر إذا كان انهارت المنظومة الصحية، اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي ما يتكش يداوي، اللي عنده الكونسير ما يتكش يداوي، اللي عنده مرض السل ما يتكش يداوي، وين نروحوا؟ نموتوا كاع. إجراءات إحنا في حالة استثنائية استعجالية لسبب صحي. نعم. يعني احنا عندنا مشكل صحة عمومية، وكل الإجراءات اللي نطيقوا ناخذوها باش نقصوا من هذا المشكل تاع الصحة العمومية، نعم، هي إجراءات مقبولة ومرحبا بها. نفهم باللي بعض الأنشطة الاقتصادية تكون يعني تعاني من الإجراءات اللي خديناها، لكن لازم يكون توازن. احنا نشوفوا التوازن وين نحطوا روحنا في التوازن ما بين الفائدة بالنسبة للصحة العمومية والفائدة الشخصية أو العائلية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية. نظن أن الحكومة نتاعنا منذ البداية كانت عندها استراتيجية جد تطورية، سيتي ايفولوتيف، ما غلقنا كي كان لازم نغلقوا، حلينا كي شفنا باللي نطيقوا نحلوا، عاودنا غلقنا جزئيا، اليوم رانا غلقين جزئيا، درك نشوفوا الارقام، اذا كان هذه الارقام تبدا تنقص بالك نعاودوا نحلوا جزئيا، اذا كان الارقام تطلع بالك لازم اجراءات صارمه اكثر. بروفيسور بالحسين، انه دائما احنا نقولوا مش الارقام اللي تخيف بقدر ما توافد الحالات على المؤسسات الاستشفائيه وعدم استيعابها لهذه الحالات. دكتور شويكرت، كلمنا على الارضيه الرقميه، لا بلاتفورم، يعني بخصوص التحقيقات الوبائيه. alors هذه لا بلاتفورم فيها دوز ابليكاسيون، فيها زوج دوز ابليكاسيون، واحد يقول تطبيقات واحد يقول لها تراكر واحد يقول لها سنتينيل. تراكر هذه وشنو؟ الابليكاسيون هذه، التطبيق هذه اللي اسمها تراكر، هذه موجهه لي سي ماب، لي سيرفيس ديبيديمولوجي دو ميديسين بريفونتيف، ها، لي جايين في لي او بي اس بي، ها، العيادات الجواريه، نعم، فوالا لي زيتابليسمون دو سانتي دو بروكسيميتي. بون، والسنتينيل هذه الي دوميسيلي او نيفو دو لا ولايه، في الولايه. بون، الفرق سي كو؟ او نيفو دو سي ماب، في السي ماب عندك لي زونكيتور، المحققين هذوك يروحوا يديروا لونكيت ايبيديميولوجيك، يديروها فاش؟ يديروها في ان سمارت فون كيما هذا. الوغ il y a eu une formation pour faire tkouin mois de juillet, mois d'août et mois de septembre, le جميع لي سي ماب هذو لي زونكيتور اللي جايين في الولايات تاع الوسط. نعم. نتكلم على الوسط، علاش؟ برس انا هو انا هو الوسط. وفي في الولايه عندنا السنتينيل هذا، لا ديفيرونس سي كو ما بيناتهم؟ لاسبي براغماتيك، باش ندخلوا لي دوني، باش ندخلوا المعطيات سي لونكيتور اللي يخدم في لو بي اس بي، يروح يدير التحري تاعو، يروح تجيه اون ديكلاراسيون تاع ان كا، يروح 24 ساعه ولا 48 ساعه من بعد يروح باش يدير التحقيق تاعو، باه يحوس على ايدنتيفي لي سوجي كونتاكت، يشوف الحاله تاعهم، ربما كاين بيناتهم لي مرض، هذوك va les orienter pour l'hôpital pour la prise en charge, c'est-à-dire pour au moins une consultation. بعد il y a une décision médicale technique qui va être prise. هذه الاولى. والاخرين
puisqu'ils ont été des sujets contacts, ils diront en isolement, en confinement, avec un suivi. لكن هاي هل تعمل يعني في الواقع في أرض الواقع هاد ال... هذه تعمل لا تعمل. وين يعني الولايات أو؟ الولايات نعطيك مثل البويرة. البليدة هادو كيبازا سي لي ولايات لي بلو بيرفورمانت سي ولايات اون افونسي مشاو 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 بون كاين يعني احنا نستناو نتائج من الموسم تقريبا نعطيك تقريب كاين 4000 اكثر من 4700 سوجي كونتاكت في هاد الثلاث ولايات اللي هي تيبازا الوغ الاولى سي البويرة من بعد تجي البليدة من بعد تجي تيبازا هادوما ومنهم في لي سوجي كونتاكت هذوما لازم سوجي كونتاكت لازم نشوفوه علاش يفو لو سويفر يفو ان سويفي تاعهم مده 15 يوم عنده ان كونترول لو بروميي جور ان كونترول لو ديرني جور اي ان كونترول في الوسط تقريب 6يام 7يام جور داكور دونك عندنا تقريب دروك واحد 6700 كونترول ستادير مازال ما كملت لا كوهورت لو سويفي تاع لا كوهورت بون كاين يا بوركوا سي ولايات سي ولايات اون يو دي موايان تري رابيدمون سا فو دير لي موايان سي عندهم الوسائل وسائل اما هي لو سمارت فون ولا لي تابلات و يافي ان مينيموم تاع دو موايان دو لوكوموسيون دي فواتور بور الي فار لي زونكيت مالوروزمون بور سارتان ولايات مازال درنا لهم لا فورماسيون اون تارد ان بتي بو ا ريسيفوار بور سي زونكيتور لي سمارت فون كاين اللي عندهم لي سمارت فون بصح كاين ان بروبليم دو فيكول اوسي وكاين لانفيرس كاين اللي عنده الفيكول ما عنده سمارت فون ومع مثلا سمارت فون يعني التواصل بين الحالات وكا كاين تجاوب مع الحالات كاين الناس يعني اللي يعني هاد الفرق يعني عم يخدموا عن طريق هاد التقنيه بكل سهوله كاين يخدموا بكل سهوله كاين دي بيتي ديفيكولتي تكنيك وراهم بالاتصال معنا تو مومون نعم. كي تكون عندهم مشكله تقنيه نقول لهم كيفاش يديروا نعم تتسكر ان شاء الله يعني نروحوا لهاد الولايات ونشوفوا يعني في ارض الواقع واش راهي لانه ما قعدناش الكثير من الوقت بروفيسور دقيقة أكبر فائدة لهذه التطبيق لهذه التطبيق هذه الأرضية الإلكترونية هو أنه تعطيك صورة حقيقية لما يجري في الميدان بالنسبة للتحريات الوبائية في كل وقت استادير أن طون ريال في الوقت وين في الوقت وين الطاقم يدير التحري الوبائي نتاعو لا نوفيل هذيك تلحق في الوزاره تلحق في الولايه وتلحق ليه هو في المصلحه احنا هذا هو نشوفوه بروفيسور بالحسين لم يبقى لدينا الكثير من الوقت لو سمحتم فقط بسرعه بروفيسور بالحسين السباق نحو التلقيح الجزائر اينها من كل هذه اللقاحات التي نسمع عنها والله نتمنى أننا أن اللقاح هذا يكون يعني يصبح موجود فعليا ويكون فعال بالنسبة للمناعة وآمن والجزائر نظن راهي خضعت إلى حد الآن الإجراءات اللازمة في مسابقة نعم. تجارية على الأمر هذا وفي بعض البلدان كثير من البلدان اللي يعني جات بالنبأ أنها عندها لقاح فعال و 95% 95 إلى آخره فاللجنة العلمية ووزارة الصحة صاهرين على تتابع هذا الملف وصاهرين على اتصالات مع كل المعنيين بما فيهم يعني المخابر المختصة بهذا الشيء هذا والبلدان الصديقة والبلدان بصفة عامة نعم. يعني الدبلوماسية نتاعنا من جهة والجانب العلمي من جهة حتى تكون يعني الجزائر تعطي لنفسها الإمكانيات باش تكون عندنا أكثر كمية ممكنة من هذا اللقاح في حالة يعني بداية عمليات تتجير هذا اللقاح نعم. في السوق العالمية نعم. والجزائر ثاني داخلة في 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 شبكة في مبادرة تشاركية اللي قائمة بها منظمة الصحة العالمية كوفاكس يسموها اللي تضمن لنا 3%
من لا بوبولاسيون تضمن لنا عدد لقاح اللي باش نطيقوا نقوموا ب لا فاكسيناسيون تاع 3% من 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 لا بوبولاسيون تاعنا. يعني على الاقل في البدايه السلك الطبي مثلا السلك الصحي يكون ملقوح باش معني وفيه استراتيجيه لتطور ولا انتشار الاستراتيجيه ديال تاع التلقيح حسب عدد اللقاح اللي يكون. بروفيسور بلحسين والسلطات العليا في البلاد يعني اكدت في كل مره على نيتها على انه عندما يكون اللقاح في يعني موجود سيستفيد منه الجزائري ولكن بصفه امنه. وصلنا الى ختام الحصه، شكرا لك بروفيسور بلحسين. شكرا مدام انزال، شكرا، وحنا مسرورين باش نعاونوا ونساهموا ان شاء الله نلتقي في فرص اخرى. دكتور شويكرات شكرا لك، وان شاء الله ثلاث ولايات تتوسع والتحقيقات تكون حتى ان شاء الله نطوق هذا الفيروس اللعين بسرعه. لقد نسيت نقول اهميه التحقيقات الوبائيه. نعم مهمه جدا باش نقصوا الضغط على المستشفى على المصالح الاستشفائيه. لازم لنا نكتفوا كور في ليزون كيبيديميولوجي باش نطبقوا هذا الفيروس اللعين ونتهناو ان شاء الله منه. شكرا لكم على المشاركه، شكرا مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، نلتقي الاسبوع القادم. شكرا لكل من ساهم في انجاح هذه الحصه، تحيتنا الى بعلام لبادي ونتمنى لوالدته الشفاء العاجل. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، دمتم بخير. لكم هذا البرنامج بمساهمة مخابر بيوفارم. الالتزام بالجودة. الصوت هذا كامل نعرفه، كي نسمعوه نولو مقلقين ونلحقوا روحنا للموحال. وعلاش عليك؟ اليوم كاين الحل، استعمل موستيستوب وتهنى من الناموس، محلول جد فعال ومضاد للناموس وحتى الناموستيك فعال 8 ساعات نون ستوب. موستيستوب يخفيك ومن الناموس يحميك، متوفر في الصيدليات، مطور من طرف بيوفارم.